يقول فضيلة الشيخ وفقكم الله، يرى بعض الناس ممن يسكن في البلاد الغربية أنهم إذا وجدوا مضايقات من قبل الحكام أو من قبل الشعب أنه يجوز لهم أن يتنازلوا عن بعض أمور دينهم كمثل اللحية، إعفاء اللحية والحجاب ونحو ذلك، فهل فعلهم هذا صحيح؟ إيش مصلحة المشركين من لحيك ومن ما يتعرضون لك بلحيك ولا يتعرضون لك بأمورك الخاصة أبدا، إنما هذه ذلة من الشيطان. أنت لا تؤذي الناس ولا تتعدى على الناس ولا أحد يجيك أبدا، إلزم الأدب وإلتزم بدينك ولا أحد يبي يجبرك على حلق اللحية. المشكلة أن المسلمين هم اللي الآن يجبرون على حلق اللحية، المسلمين يجبرون على حلق اللحية، يعني بعض الدول المسلمة تجبر على حلق اللحية وعلى، أما المشركون ما بلغنا أنهم يجبرون الناس على حلق لحاهم، لأن ما لهم شغل باللحية ولا عليهم منها، وأغلبهم فيهم لحى، المشركون فيهم من هو ملتحي. نعم.